إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحي من مدينة القصر الكبير مع الحصيلة اليومية. إذن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3577 مساء اليوم أربعاء، إذن إصابة 3577 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بعد ذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المصابون منذ انتشار الفيروس بالمملكة المغربية إلى 182580 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2796 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافون إلى 151634، حين سجلت 52 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. إذن عدد الوفيات كيرتفع، متتبعين الأوفياء كنتمنى أنهم يردوا البال ويكونوا على بال ويلتزموا بالاحتياطات، لأن عدد الوفيات كنا نهار كنسمعوا 50 نهار 60 نهار 50 نهار 49، العدد دائما كيرتفع. عدد الحصيلة الإجمالية ديال عدد الوفيات وصل 30079 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 19325 حالة كانت مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل من قبل 1924850 حالة منذ ظهور الوباء بالمملكة المغربية. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متتبعين الأوفياء، الحصيلة كترتفع، حصيلة كترتفع نهار بعد نهار. 3577 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. إذن كنتمناو من المتتبعين والأوفياء أنهم يردوا البال ويكونوا على بال. إذن بالنسبة لإقليم العرائش فقد سجل 20 حالة بإقليم العرائش بمدينة القصر الكبير ومدينة العرائش. إذن متتبعين الأوفياء، الحصيلة كترتفع مرة كنلقاو 3000 مرة 4000 مرة 5000 مرة عفوا 2000، راه يوميا العدد كيرتفع. إذا كنتمناو من المتتبعين أنهم يردوا البال ويكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات كترتفع وعدد الوفيات كيرتفع نهار بعد نهار. إذا شكرا للمتتبعين الأوفياء من مدينة القصر الكبير، تحياتي للجميع.